أحلى خبرين قبل نهاية 2023. الناس استحملت كتير عشان خاطر بلدهم والأزمة الاقتصادية تعدي بخير، لأنهم عارفين وشايفين العالم حواليهم عامل إزاي، وشايفين برضو الدولة كانت شغالة وبتجري إزاي قبل كورونا وبعدها. وعشان كده كان لازم الرئيس يشكر الناس علناً وقال إن المصريين فاجئوه وأبهروه بسبب طولة صبرهم وقد إيه الشعب ده ذكي، ما اداش فرصة لأي جهة ولا إعلام مضلل ولا حملات مدفوعة علشان يوقع ما بين الدولة والشعب، أو تحديداً بين الرئيس وبين المصريين. النهاردة بنتكلم عن معاناة الناس لأنها قربت تخلص، والحكومة مش ساكتة، وشعار المواطن أولاً مش شعار وخلاص، وأول خطوة في إنهاء معاناة الناس مع الأسعار الغالية، وهي أكتر حاجة تعبت المصريين على مدار السنين الحالية لأنها أثرت على ظروف المعيشة ودخل المواطنين. كلنا عارفين إن الحكومة وصلت لاتفاق مع كبار التجار والمستوردين والبنك المركزي والوزارات المعنية على تخفيض عدد كبير من السلع الأساسية اللي بتعتمد عليها الأسر المصرية زي الزيت والسكر والعدس وغيرها، والانخفاض في الأسعار هيكون حقيقي وملموس وكبير وهيريح جيوب المواطنين، وكمان المبادرة مستمرة ومش محددة بفترة، وهنا بيبان معدن التاجر المصري الأصيل، وده أول خبر حلو معانا لأنه هيدخل حيز التنفيذ خلال أيام. الخبر التاني الحلو هو استمرار انخفاض الذهب في الصاغة، ودي فرصة عشان الشباب يتجوز ويشتري شبكته بسعر معقول، والاستقرار في سوق الذهب بيعكس حالة الاستقرار في أسواق صرف العملات وفي خطوات الحكومة اللي بتشتغل للنهار عشان تهون الأمور والأزمات على المصريين، والذهب سلعة مهمة جدا للاستثمار الآمن وحفظ قيمة العملة كمان وأداة التحوط ضد تقلبات السوق. ولسه في أخبار تانية حلوة في الطريق خاصة بأزمة الدولار والنمو الاقتصادي ومبادرات تانية للتخفيف عن المصريين. بانكير نبض البنوك.